لينا دلوقتي معانا في الاستوديو فقره مفاجاه. هي مش مفاجاه قوي يعني، لان ليلو قال عليها في بدايه التغطيه، بس مفيش حد هو صغير ما استناش الاراجوز او البهلوان او راح السيرك. احنا جايبين الفقرات ديت هنا في الاستوديو عشان الاطفال اللي معانا والاطفال اللي بيشوفونا دلوقتي. في فرقه ليلو في البدايه، كل سنه وانتم طيبين، وعايزين نشوف بقى هتفرجنا على ايه النهارده. عيد سعيد علينا كلنا وعلى اطفال مصر والعالم كله، كل سنه وانتم طيبين. انا ليلو ومعاكم تاني مره على شاشه ام بي سي مصر، ومعايا مجموعه من اصحابي، وعايزين نعرف بقى ترى هم عملوا ايه اول يوم وتاني يوم، وكمان معايا صاحبي المشاكس بطوط، ويا ترى هنشوف هيسمع الكلام ولا عمل ايه. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ مش كويسين؟ ليه كده يا تميم؟ ينفع كده؟ انا عايز اعرف بقى مين اكتر. انت كويس؟ برافو يونس، شاطر شاطر شاطر. انا عايز اعرف بقى انت مين؟ انت سيد؟ مين سيد ده؟ كويس. طيب انا عايز اعرف بقى مين اللي كل كحك وبسكويت بقى النهارده؟ كلت؟ انت كلت كتير؟ كلت كتير؟ صايم من اول العيد لغايه دلوقتي؟ ينفع كده يا اصحابي؟ طب انا عايز اقول لكم ان لو احنا كلنا كحك كتير ممكن بطننا توجعنا، علشان ايه ده؟ مين اللي عمل الصوت ده؟ مين اللي عمل الصوت ده؟ لا يا اصحابي، المفروض ما ناكلش كحك كتير، عشان كده ممكن بطننا توجعنا، وده غلط علشان مين اللي عمل الصوت ده؟ انت اللي عملت كده؟ مين ده؟ هو فين؟ وراح فين؟ ايه ده؟ ده نايم؟ تيجي نصحيه؟ ثواني كده، ثواني واحنا قاعدين كده، ثواني. بطوط تنام؟ بطوط اصحى يا بطوط. ايه ده؟ مش عايز تصحى ليه؟ مش عايز تصحى ليه؟ عامل ايه؟ كسلان؟ بطوط اصحى يا بطوط لو سمحت. برافو بطوط. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا اصحابي ده؟ هي إيه بطنك كبيره قوي كده ليه يا بطوط؟ بطنك كبيره ليه كده؟ واكل كحك وبسكويت. واكل كحك وبسكويت؟ كل ده؟ انا لسه بقول لاصحابي يا اصحابي ما حدش ياكل اكل كتير عشان بطننا ممكن توجعنا. ايه يا بطوط ده؟ كل ده يا بطوط؟ كل ده؟ ده انت اكلت كل حاجه كده يا بطوط؟ لا بس انا سمعت مامتك يا بطوط قالت لي ان انت ما تاكلش كتير يا بطوط عشان ممكن بطنك توجعك. انا هتصل بيها بقى واقول لها. لا انا هتصل بيها، مش هو كده عمل حاجه غلط يا اصحابي؟ انا هتصل بيها يا بطوط لو سمحت. انا هتصل بيها واقول لها ان بطوط عمل حاجه غلط وما ينفعش يعمل كده تاني، صح كده؟ ثواني بقى كده. جرز بيديني جرز لسه. الو يا ماما، ازيك؟ انت حسك برضو عامل زي بطوط؟ ايه ده؟ انا عايز اقولك على حاجه مهمه. بطوط ما سمعش كلامك وقعد ياكل كحك كتير قوي قوي قوي. انت شايفاني في التلفزيون يا ماما؟ لا ما ينفعش كده، ده كل اكل كتير قوي وبطنه كبيره وهتوجعه كمان شويه. كل البسكويت كله. ينفع كده يا ماما؟ مش انت قلتي له ما ياكلش بسكويت وكحك كتير؟ ابوك يشرب الشاي ازاي دلوقتي؟ بابا يشرب الشاي ازاي دلوقتي؟ طب هنعمل ايه؟ طب انا بقول لك عشان بعد كده تقولي له يا بطوط ما تعملش كده تاني. كلم. خلاص انا قلت اقول لك اهوت عشان لما يروح البيت تقولي له يا ماما ما ينفعش ياكل اكل كتير عشان بطنه بقت كبيره قوي وهتوجعه كمان شويه، ماشي؟ خلاص؟ ماشي، يلا مع السلامه، باي باي. باي. اها. بس كده، انا قلت لمامتك يا بطوط، انت يا بطوط رحت فين يا بطوط؟ انت رحت فين يا بطوط؟ تعالى يا بطوط، انا قلت لمامتك بقى يا بطوط. قلت لها ان انت اكلت اكل كتير جدا وكده هتبقى كسلان، على فكره بطنك هتوجعك كمان شويه، بص بقت قد ايه؟ خلاص؟ نلعب مع بعض بقى حبه تمارين؟ نلعب مع بعض حبه تمارين عشان ايه؟ يبقى شويه كده ايه رياضي، يلا اقف هنا بقى كده يا بطوط. يلا كل اصحابي اقف هنا اهو. يلا هنا اهو. يلا هنا اهو. بسرعه. سيبها يلا. واحد اتنين تلاتة اربعة. انا ليلو اصحابي هتلعب ايوه معانا، والاطفال في كل حفله بتستنانا، مش هنتعب مهما هنلعب او نتدرب، مع ليلو بنبقى نشاط وكسلنا بيهرب. يلا اصحابي جاهزين نعمل رياضه مع بعض، كل يبص لي ويعمل زيي. فوق تحت تاني، فوق
تحت طب فوق تحت كمان مرة فوق تحت واحد أنا ليلو اتنين أصحابي واحد اتنين واحد اتنين تلاتة أربعة نط يمين نط شمال نط يمين كل أصحابي نط شمال نط يمين نط شمال نط يمين كل أصحابي نط شمال أنا ليلو أصحابي هتلعب أيوة معانا والأطفال في كل حفلة بتستنانا مش هنتعب مهما هنلعب أو نتدرب مع ليلو بنبقى نشاط وكسلنا بيهرب جميل أنا ليلو جاهزين أصحابي يلا معايا بسرعة تحت فوق تاني تحت فوق تحت فوق آخر مرة تحت فوق برافو أصحابي قولوا بسرعة عايز أسمع الصرخة عالية قوي فين أنا ليلو أصحابي هتلعب أيوة معانا والأطفال في كل حفلة بتستنانا مش هنتعب مهما هنلعب أو نتدرب مع ليلو بنبقى نشاط وكسلنا بيهرب يلا بينا يا ليلو عشان نتمرن تاني شيل عنا تمارين كل الناس مش بس